علي ربيعه، برحب بيك طبعا على الفجر الفني، وعايزه اوريك لك على الفيلم. كلمنا اكتر عن فكره العمل. فكره دمها خفيف ان شاء الله، وفيلم كوميدي جديد، يعني اول مره الفكره دي تحصل بالشكل اللي في الفيلم، وهيبقى فيلم ان شاء الله مبهج جدا، والناس هتتبسط بيه وهتستمتع ان شاء الله باذن الله. اكتر عن دورك في العمل. ايه دورك في العمل؟ دوري في العمل، دوري جميل، انا اسمي سولي ابو لبن، وان شاء الله تشوف حاجه حلوه. كواليس العمل اكيد كانت كوميديه بينك وبين قصص. ولو كريم برضو، يعني انا وقصص وكريم كواليس حلوه جدا، انا متفاهم جدا مع قصص، واحنا من زمان يعني بنمثل من الجامعه مع بعض، فكميتنا حلوه مع بعض، فان شاء الله تشوفوها حلوه في الفيلم ان شاء الله. صعوبات واجهتك؟ لا الحمد لله. في مشهد ليك وانت وميرنا نور الدين بتنطوا من الطياره، يعني اتعاملت مع مشهد جميل جدا على فكره، هتستمتعوا بيه جدا جوه الفيلم في السينما ان شاء الله. يعني هو في طبعا يعني المشهد يعني ايه عندك فوبيا؟ يعني هو المشهد صعب في الفيلم، يعني المشهد الفيلم هو البطل فيه خايف، فربنا يسهل ان شاء الله يطلع حلو باذن الله. تابعت مسلسلات بقى في كل المسلسلات والله لا كلها حلوه الصراحه، يعني انا بحييهم كلهم. في اعمال قادمه ان شاء الله؟ ان شاء الله باذن الله. شكرا، ميرسي.